يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن التورط في مواقف محرجة جديدة، فمؤخرا أصبح تلعثمه جليا في خطاباته، يخلط الكلمات والمصطلحات ببعضها البعض، وينسى أسماء وزراء حكومته، بل يخطئ في أسماء المقربين منه، حتى أصبح البعض يشكك في قدراته العقلية، أو يتهم الرئيس البالغ من العمر بالخرف. Late Sergeant First Class Christopher Solis, Master Sergeant Earl Plumley. In our nation's newest recipients of our highest military award, the Medal of Honor, I want to thank all of our distinguished guests that are here today, the Chairman of the Joint Chiefs, the Secretary Austin, the enlisted advisor, Chairman Colin Lopez, and leaders of the United States Army, and the Vice President of the United States, and the Second Gentleman. ولم تكن هذه اللات جديدة على بايدن، إذ بدأ التعليق عليها وقت حملته الانتخابية، حتى أنه وصف نفسه خلال حديث صحفي عام 2019 بأنه ماكنة زلات، وهو المصطلح الذي أصبحت الصحافة الغربية تستخدمه مع كل خطأ جديد. كما تهدد هذه الزلات فرص سيد البيت الأبيض البالغ من العمر 79 عاما لإعادة انتخابه لولاية ثانية، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية. يواجه بايدن أدنى نسبة تأييد تاريخية على الإطلاق بلغت 33%، وهي الأسوأ بين المستقلين والجمهوريين. وفيما نستعرض أبرز سقطات الرئيس الأمريكي التي أثارت جدلا كبيرا بشأنه، مصافحة الهواء. وقف بايدن يلقي خطاب مدته حوالي 40 دقيقة أمام حشد من الجمهور في جامعة ولاية نورث كارولينا الزراعية والتقنية في غرينسبورو، لكنه ختم بمهزلة حينما استدار الرئيس ليصافح الهواء على يمينه. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تصرف بايدن الذي وقع الخميس الماضي، حيث لم يكن هناك أي شخص بجانبه ليصافحه، ومع ذلك استدار مرة أخرى إلى الخلف وكأنه يبحث عن شخص قبل أن ينزل من على المنصة خارجا وسط الحشود. ترامب يعلق على سقوط بايدن المتكرر خلال صعود الطائرة، وهذا ما يتوقعه لام هاريس. علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على سقوط خلفه جو بايدن خلال صعوده سلم طائرته الرئاسية. كان بايدن سقط ثلاث مرات متتالية أثناء صعوده درجات السلم المؤدي إلى طائرة إير فورس ون يوم الجمعة الماضي المتجهة إلى أتلانتا من جوينت بيس أندروز في ماريلاند. ترامب أكد يوم الاثنين أنه توقع سقوط الرئيس بايدن على سلم الطائرة الرئاسية، مشيرا إلى أنه يعتقد أيضا أن الحالة العقلية لبايدن قد تتضاءل لدرجة أنه قد لا يفهم ما يوقعه، مما يفتح الباب أمام كامالا هاريس لتحل محله. وقال ترامب عن سقوط بايدن 3 مرات، في الحقيقة لقد توقعت ذلك، وفقا لصحيفة نيويورك بوست. الرئيس السابق استشهد بواقعة مماثلة شغلت الصحافة الأمريكية يونيو حزيران 2020 خلال نزوله سلم بأكاديمية ويست بوينت العسكرية المرموقة قرب نيويورك، حيث شوهد وهو ينزل السلم بخطى حذرة وصغيرة كأنه يواجه صعوبة في النزول، وهو ما تكهنت الصحافة وقتها بصحة ترامب وقدرته على خوض السباق الانتخابي. وأوضح ترامب قائلا: عندما نزلت السلم في ويست بوينت الذي كان بدون دربزين، نزلت خطوة بخطوة، لأن أخرى شيء أريد القيام به هو التعثر كما فعل بايدن. لقد كان فظيعا، ولم يكن مرة واحدة فقط، بل 3 مرات.